تستمر قوات النظام بقصفها الكثيف على مناطق إدلب وريفها وريف حلب الغربي لليوم الرابع على التوالي. هذا الاستهداف الثاني الذي يستهدف مدينة إدلب بوابل من صواريخ راجمات الصواريخ. سبق هذا الاستهداف صباحا بعدة صواريخ من راجمات الصواريخ، أيضا ذهب ضحيتها 4 شهداء وعدد من الجرحى، بالإضافة لقصف على مدينة سرمين وأيضا على عدة مناطق في جبل الزاوية. معاذ العباسي، شبكة بلدي، مدينة إدلب.